لأنه ممنوع علينا كلبنانيين أن نعرف ماذا يجري حقيقة داخل سجوننا، لماذا يدمن السجناء على المخدرات، أو لماذا يغتصبون، أو حتى يموتون داخل مكان من المفترض أنه يشكل الملاذ للتقويم والإصلاح. عبر فريق للنشر حدودنا اللبنانية إلى أحد سجون دولة مصنفة كلبنان من دول العالم الثالث لنرى كيف يعامل السجناء هناك. ما منع علينا في لبنان أتيح أمام عدسات كاميراتنا في البرازيل، ربما لأنه ليس لديهم هناك ما يخفونه. هو أحد سجون البرازيل، حيث يعامل السجين على أنه إنسان يتمتع بكامل حقوقه الطبيعية كسجين، فيخضع لبرنامج إعادة التأهيل لتنمية ما لديه من مواهب ولتهذيب تصرفاته، بحيث يصبح بعد نهاية مدة محكوميته مستحقاً للحرية وأهلاً للاندماج بالحياة الاجتماعية. الإنسان بغض النظر عن عرقه وثقافته وأينما كان يجب احترامه كإنسان. عنصري ما في عنصري بالبلد، لا شفناش لا عنصري لا بالغرف بالنسبة للمحبيس أو بالنسبة لل، بالعكس بيعملونا أحسن ما هن بيعاملوا غير الغريب، يعني بيعاملونا كتير منيح. معي سكري بالعكس، معي سكري ومعي ضغط دائما يعني متوفر، الأدوية متوفرة تمام. أكثر ما يعانون منه هو الحزن لبعدهم عن عائلتهم. وبعد هذا التقرير يعود إليكم أنتم الحكم بما إذا كانت سجون لبنان سجون إصلاح أم هي على العكس مشاريع مقابر للأجساد والأرواح ومصنعاً تفوح من جدرانه رائحة العفن والفساد لتصدير مجرمين أكثر شراسة وحقداً على المجتمع. أنا أفضلية لي هون، لأنه إذا بدي روح أتبهدل ببلدي وطني لبنان هو، وعرفت كيف، ويبهدلوني بني ما روحت لهونيك أحسن، يعني أشرف لي فيك خليني هون.